انا ما بحضرش شنطتي عشان اسافر معاك، انا بلم حاجتي عشان انا خلاص جبت اخري، كفايه قوي لحد كده، مش هضحك على نفسي. نعم، هو احنا مش متفقين ان احنا نسافر يومين نغير جو ونهدى ونفكر ونرجع نشوف هنعمل ايه؟ من غير سفر يا حجاج، انا فكرت كتير وما وصلتش غير لنتيجه واحده، ان احنا خلاص لازم نقول باي باي. لا، باي باي ايه؟ ما تطلعيش عفاريتي. والله تطلع عفاريتك، تنزل عفاريتك، انت حر. ما انت ما تكلمنيش كده، انا مش هسيبك ترجع للنشأة تاني. قبل ما ده يحصل هكون قتلك وقتله. انت بتاعتي، بتاعتي لوحدي. ابعد ايدك عني. هو انت فاكر انك هتقتلني زي ما قتلت صاحبك مراد؟ انسى يا حجاج، مش انا. انا قلت لك بدل المره مليون، يعني نعيش سوا، يعني نطلع على جهنم سوا. يكون في علمك انا حاكيه لماما واخويا كل حاجه. خدشة واحدة منك هتروح على حد المشاكل. أنا مش هخدشك صدقيني، أنا هقتلك. ها؟ هقتلك. أهو يلا تو أهو أهو يلا معانا وهدوء. راح فين؟ هيقبض عليا. ما تمشيش. سأنشهد.